الجيش الأوكراني فاجأ الجيش الروسي بضربة مباغتة وضربة غير متوقعة، بل إنهم بدأوا يتقدمون على مستوى الجبهات وعلى المستوى الميداني العسكري بشكل أيضا غير متوقع على القوات الروسية. بالنسبة لهذا الانفجار، فإن هذا الانفجار هو تم يوم أمس بهذا الشكل بضربة عسكرية أوكرانية جاءت على هذه النقطة التي صورت من عدد من الزوايا البعيدة على إحدى المطارات التي تستخدمها القوات الروسية في داخل الأراضي الأوكرانية من أجل عمليات الإمداد والتحليق بالمروحيات وكذلك بالطائرات في المناطق التي يتقدمون بها. وهذه المنطقة التي ترونها وهذه النقطة هي موجودة في مدينة خيرسون الجنوبية، وإذا ما ذهبنا إلى الأقمار الصناعية لنعرف بالضبط أين هي هذه المنطقة التي أتحدث عنها هنا، فإننا إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي بهذا الشكل وحاولنا أن نقترب من مدينة خيرسون، فهذه النقطة هي تأتي إلى غرب خيرسون بهذا الشكل، وهذا المهبط الذي ترونه أمامكم للمروحيات هو الذي استهدف، وتحديدا في هذه المنطقة كان الاستهداف كبير وكبير للغاية، وهذا الأمر أصبح واضحا من هذا الاستهداف ومدى قوة هذا الاستهداف من خلال صورة قادمة من الأقمار الصناعية من شركة بلانت التي وضحت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من هذا المطار المهم بالنسبة إلى القوات الروسية. دعونا نقترب قليلا وسنلاحظ بأن الدمار الذي تم هو يأتي بهذا الاتجاه إلى المروحيات التابعة طبعا إلى القوات الروسية، وواضح جدا بأن هذه المروحيات أيضا تضررت من هذا الانفجار. وقد تكون هناك ملاحظة بأن المروحيات الموجودة بهذا الاتجاه لم تتضرر أبدا، هنالك عجلتين هنا كما يبدو أيضا عسكرية، وهنا أيضا هذه المروحيات لم تتأثر على ما يبدو، ولكن الصور المحدثة من الأقمار الصناعية القادمة من بلانت اليوم في تاريخ 16 مارس توضح بأن هنالك متغيرا في هذه المروحية الموجودة طبعا مقابل هذا الاتجاه الذي ترونه. إذا ما أخذنا عدد من العلامات بالنسبة لهذه العجلات وحتى هذه المروحيات، دعونا نذهب إلى هذه الصورة المحدثة بعد إطفاء هذا الحريق، تبين بأن الأمور تغيرت. هذا هو طبعا وهذا هو موقع الانفجار الذي جاء بهذا الشكل بعد القصف الأوكراني على هذه القاعدة المهمة الجوية، والواضح كما نلاحظ هنا بأن كانت هنالك انفجارات بالنسبة لهذه المروحيات بهذا الاتجاه، واضح بأنها تضررت وبعدها انفجرت، وكذلك كما نلاحظ بأن يبدو أن هنالك أيضا ضربة جاءت بهذا الاتجاه إلى هذه العجلات الموجودة دمرت، وكذلك واضح آثار الدمار بهذا الاتجاه، هنالك اختفاء أيضا لعدد من المروحيات مقارنة بالصورة القادمة من القمر الصناعي من شركة بلانت يوم أمس. وبالتالي واضح بأننا نتحدث عن أن كل هذه المروحيات القتالية تضررت ضررا كبيرا بالنسبة لهذه الضربة. والمثير أن الضربة لم تأتي فقط على هذا المهبط التابع لهذه المروحيات، لا أبدا، بل عندما قمنا بتدقيق الخرائط الحرارية من الأقمار الصناعية وجدنا بأن الضربة كانت أكبر من هذا الموقع، هي استهدفت عددا من النقاط ولكنها لم تصيب أهدافها بأكملها. هذه هي النقطة التي نتحدث عنها من الخرائط الحرارية التابعة للأقمار الصناعية التي هي توضح أي حرارة أي ضربة أي انفجار سيظهر لك بالقمر الصناعي مباشرة. واضح بأن هذه الضربة التي تحدثنا عنها، ولكن أيضا هنالك انفجارات جاءت بهذا الشكل، هذا يوضح بأننا أمام عددا من الصواريخ التي انطلقت، بل إن حتى وكالة ناسا الفضائية هي أيضا حدثت هذا الأمر وأكدت هذه العلامات وبينت بشكل أدق بأن النقطة التي تحدثنا عنها هي جاءت فيها 3 انفجارات، مما يرجح بأننا قد نكون أمام أكثر من صاروخ سقط على هذا المهبط، قد نكون أمام 3 أو حتى صاروخين سقطا بهذه النقطة، وبالتالي نحن نتحدث قد نكون أمام راجما الصواريخ التي استهدفت هذه النقطة أو حتى المدفعية الأوكرانية هي التي استهدفت هذا المطار. ولكن السؤال الأهم، كيف لهذا ممكن أن يؤثر على عمليات الجيش الروسي العتيد؟ كيف من الممكن أن يؤثر على عملياته العسكرية؟ هذه الضربة هي أثرت وتؤثر على الجيش الروسي، وبدأ هذا الأمر واضحا اليوم بسبب يؤثر حقيقة على العمليات العسكرية للجيش الروسي الموجودة في جنوب أوكرانيا. لماذا؟ لأن القوات الروسية عندما سيطرت على مدينة خيرسون بهذا الشكل التي تأتي طبعا بعد نهر الدنيبر، هذا هو نهر الدنيبر، تقدموا وحاصروا طبعا ميكولايف وبدأوا يستخدموا هذا المطار في العمليات العسكرية تجاه كل هذه النقاط الحمراء المتمثلة بعدد من المناطق الموجودة في هذه المناطق طبعا
الجنوبية المهمة بالنسبة إلى أوكرانيا. تقدموا طبعا إلى نوفا أوديسا، تقدموا إلى فوزنسنسك، دخلوا إلى هذه المنطقة وبدأوا بمعارك وحرب شوارع، تقدموا إلى باشتانكا، تقدموا إلى قرية صغيرة هنا يطلق عليها كاشبيرو، تقدموا من محورين من ميكولايف إلى هذه النقطة سينيوريفكا، وكذلك من خيرسون إلى سينيوريفكا، وبعدها تقدموا أيضا إلى بيريز نوفانتي بهذا الشكل. بيريز نوفانتي مدينة مهمة جدا تقدمت لها أيضا القوات الروسية، وأيضا تقدموا إلى هذه المنطقة التي تأتي إلى غرب نهر الدنيبر، قطعوا شوطا كبيرا ووصلوا إلى مدينة دوتشاني بهذا الاتجاه. وقبل الضربة التي تمت على مطار خيرسون الذي نتحدث عنه هنا في هذه المدينة المهمة، القوات الأوكرانية فاجأت القوات الروسية في مدينة فوزنسنسك. هي تمكنت من عملية إخراج القوات الروسية بحرب شوارع ناجحة وأخرجتها من المدينة، بل إنها تمكنت من مهاجمة ودفع القوات الروسية وأوصلتها إلى مدينة نوفا أوديسا، وأوصلت القوات الروسية إلى جنوب نوفا أوديسا في صراع كبير جدا ومفاجأة كبيرة. كذلك المفاجأة كانت قادمة من بيريز نوفاتي، إنهم دافعوا بنجاح عن هذه المنطقة ودفعوا القوات الروسية إلى هذه المنطقة التي هي طبعا سينيوريفكا. دفع القوات الروسية بأكملها بهذا الاتجاه، ولكن القوات الروسية هي كانت حاضرة مباشرة وقامت بعملية التفاف عسكرية ذكية جدا، وتوجهوا إلى هذه المنطقة بهذا الشكل، تفادوا هذه المدينة ووصلوا إلى هذه المدينة الأخرى ألا وهي أركانليسكا بهذا الاتجاه، وتقدموا أيضا إلى هاتين المدينتين التي ترونها ألا وهي نوفوفورونتسوفكا وكذلك إلى فيسكوبيليا بهذا الاتجاه. وهنا قامت القوات الأوكرانية مباشرة بضرب مطار خيرسون الذي رأيناه هنا من أجل إبطاء هذه عمليات التقدم، لأن القوات الأوكرانية تعلم تماما بأن هذه التحركات التي جاءت من بيريز نوفاتي أو جاءت من هذه المناطق الثلاثة التي تحدثنا عنها هي كلها تفتح أبواب بالنسبة للقوات الروسية لأن تصل إلى هذه المنطقة ألا وهي كريفيري. لماذا يريدون الوصول القوات الروسية إلى هذه المنطقة؟ لأن هذه المنطقة ستحقق لهم العديد من الأمور. أولا ستجعلهم على بعد 168 كيلو مترا على المستوى البري للوصول إلى كوستانتينيفكا، وبالتالي يصلون إليها ويسيطروا على المفاعل النووي المهم، وكذلك أنه يفتح بابا لهم أيضا لتفعيل المنطقة هذه التي تراجعوا فيها، ويصلون مرة ثانية إلى فوزنسنسك ويهاجمون هذه المدينة مرة ثانية. كذلك أن عبورهم بهذا الشكل سيغلق الطريق على القوات الأوكرانية ويحاصرها، ولن يكون هنالك إمكانية لإيصال الدعم اللوجستي إلى القوات الأوكرانية الموجودة، وبالتالي القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المناطق ستحاصر. وكذلك أن هذه المنطقة تفتح بابا لهم لمهاجمة مدن مهمة جدا مثل دنيبرو أو حتى زاباروجيا التي الآن تتعرض إلى كثير من القصف على نهر الدنيبر، وبالتالي سيحققون الكثير من الأمور في هذه المنطقة. لذلك القوات الأوكرانية تصرفت بهذا الشكل وتمكنت من عملية ضرب هذا المطار، ولا زالت هي تدافع بهذا الشكل عن هذه المناطق، بل إن بعد الضربة مباشرة واليوم وقبل ساعات من الآن كانت هنالك تحديثات بالنسبة للقوات الأوكرانية بأنها تمكنت ليس فقط من الوصول إلى مدينة سينيوريفكا، بل إنها اندفعت مباشرة إلى هذه المنطقة، منطقة مهمة جدا وهي كاخوفكا بهذا الاتجاه، وبدأت باشتباكات كبيرة جدا تحاول استعادة المحطة الكهرومائية الخاصة بكاخوفكا، ووصلوا إلى الجسر. ولكن أيضا في نفس الوقت أيضا يجب أن نذكر بأن القوات الأوكرانية تقدمت على محور آخر بهذا الاتجاه من أجل الضغط وقطع الإمدادات التي تأتي من خيرسون إلى ميكولايف بهذا الاتجاه، ولكن بالنسبة لي القوات الروسية كانت قادرة على التصدي لهذا الهجوم ونجحت في دفع القوات الأوكرانية التي تهدف أيضا لقطع هذا الإمداد الذي يأتي إلى دوتشاني وينطلق إلى كيرفيري بهذا الاتجاه، ولكن ليس واضحا ما الذي جرى في هذه المنطقة. فالواضح تماما بأن هنالك تباطؤا كبيرا للقوات الروسية الآن في الجنوب بعد هذه الضربة وبعد حرب الشوارع التي نجحت بها حتى هذه اللحظة. طبعا القوات الأوكرانية، والمثير بهذا الأمر كان هنالك تقريرا قبل 24 ساعة نشر من قبل The Economist التي كشفت هذه الصحيفة المهمة بأن القوات الروسية تعاني كثيرا، أن هنالك 1054 مركبة عسكرية من دبابات من مدرعات خسرتها تماما للقوات الأوكرانية مقارنة ب 263 مركبة عسكرية أيضا
تابعة إلى القوات الأوكرانية خسرتها القوات الأوكرانية، ممكن سيطرت عليها القوات الروسية أو دمرتها، وبالتالي نتحدث عن 4 أضعاف خسائر تأتي بالقوات الروسية مقارنة لدى القوات الأوكرانية. كذلك كان هنالك اعترافا قبل 48 ساعة من هذا الرجل وهو قائد الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف. هذا الرجل واحد من أهم القيادات والجنرالات، قال بأننا وبأن الأمور الآن في أوكرانيا لا تجري بحسب الخطة التي خططنا لها، وهذا ما أثبته طبعا في رويترز قبل 48 ساعة. لاحظ رئيس الحرس الوطني الروسي الجنرال فيكتور زولوتوف قال العملية العسكرية لا تسير بالسرعة التي أرادها الكريملين، وبالتالي هذه كلها عوامل بدأ يستغلها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وكذلك يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا تدفع لاستغلال هذا الموقف القوي الذي بدأت تتمتع به أوكرانيا اليوم، خاصة وأن زيلينسكي اليوم كان أمام الكونغرس الأمريكي وتحديدا إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين من ظهوره أيضا بكلمة مع مجلس الشيوخ الأمريكي، وطلب من خلالها وكرر طلبه بالحصول على طائرات مقاتلة من أجل أن يستطيع وتستطيع أوكرانيا من الدفاع عن نفسها من هذه الهجمات الجوية الروسية الكبيرة التي تجري على مستوى كل أوكرانيا. وبالتالي هو طلب هذا الأمر وعاد طلبه، وهو يطالب بطائرات ميك 29، ولكن المشكلة أن الكونغرس هو وافق على هذا الأمر منذ المرة الأولى ومنذ اليوم الأول الذي طالب زيلينسكي بهذا الأمر، والإدارة أيضا الأمريكية لم تكن معترضة أبدا، ولكن المشكلة بأن الإدارة الأمريكية رمت هذه القضية على بولندا وطلبت من بولندا توفير هذه الطائرات إلى أوكرانيا بعد التحذيرات الروسية عن هذا الأمر، واعتبارها أن أي دولة ممكن أن تدخل إلى هذه القصة وأن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا ستعتبرها وتعتبرها جزءا من الحرب. اعتبرت بأن هذا الأمر طبعا بالنسبة لبولندا بأن الأمور قد تذهب بعيدا وقد ندخل في حرب عالمية ثالثة، لذلك رفضت هذا الأمر ورمت الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقالت له ارسل هذه الطائرات من القاعدة العسكرية الموجودة في ألمانيا. ولكن القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في ألمانيا اعتبر جو بايدن بأن القيام بهذا الأمر وإرسال الطائرات منها سيكون مشكلة كبيرة بالنسبة لهم وممكن أن تشتعل الحرب العالمية الثالثة. على هذا الأساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن هو تباطأ في هذا الأمر وأرسل الكونغرس رسالة كاملة من الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، أتحدث هنا عن 58 نائبا من الحزبين طلبوا منه التسريع والتعجيل من إرسال هذه الطائرات إلى زيلينسكي مباشرة لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه. وهذا الأمر طبعا يأتي ليس فقط من الكونغرس والشحن من الكونغرس والرغبة الأمريكية في أن أوكرانيا تستمر في الدفاع عن نفسها، بل إن الآن أوروبا مندفعة بشكل أكبر لهذا الأمر. لماذا؟ أوروبا الآن لا تريد لأوكرانيا أن تسقط أكثر من أي وقت مضى، الآن تريدها أن تبقى مسيطرة. لماذا؟ لأن القوات الروسية وروسيا إذا ما سيطرت على أوكرانيا وتمكنت منها فهذا يعني بأنها ستكون على الحدود مع بولندا وسلوفاكيا والمجر وكذلك رومانيا، وليس هذا فحسب، ما إنما هذه المنطقة التي ترونها باللون الأحمر التي تعتبر رمح روسيا في قلب حلف الناتو، وهنا طبعا كالينينغراد التي أتحدث عنها هنا، هذه المنطقة المهمة أوروبا قلقة للغاية لهذه المدينة أن ممكن روسيا أن تتقدم وتأخذ هذا الممر البري الذي يمتد والذي يعزل طبعا ويفصل بين ليثوانيا وكذلك بين بولندا، أن ممكن القوات الروسية أن تندفع وبوتين بعد السيطرة على أوكرانيا أن يسيطر على هذه النقطة البرية التي يأتي والممر البري الذي يأتي مسافته على مسافة 96 كيلومترا، وبالتالي سيعزل ليثوانيا عن بولندا ويفتح خطا كبيرا جدا مع بيلاروسيا الحليفة المهمة له ومن أوكرانيا، وكذلك بعدما يسيطر على أوديسا سيندفع إلى دولة ترانسنيسترا الدولة الانفصالية الموجودة في مولدوفا، ومولدوفا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو في حلف الناتو، وبالتالي لاحظ الموقف بهذا الشكل سيكون مخيفا بالنسبة لأوروبا، وأوروبا ستضطر أن تعيد إعادة انتشار العملية الدفاعية الخاصة بها، وهذا أمر أصلا سيبحثه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع القادم. لديه سفرة مهمة جدا إلى بروكسل وبعد ذلك سيتوجه إلى بولندا، وهنا قد نرى تغيرا كبيرا وقد نرى فعلا اندفاعا هذه المرة من بولندا لدعم أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في ظل هذا الصمود الأوكراني الكبير الذي يأتي اليوم حتى على المستوى الجنوبي وليس فقط في المدن الكبيرة. وهنالك مصادر خاصة تحصلنا عليها هنا في برنامج رأس السطر من وزارة الدفاع الأمريكية هذه المرة، وهذا المصدر
تحدث لنا بشكل واضح بأن هنالك وفدا أوكرانيا وصل إلى ولاية أوكلاهوما الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إحدى أهم وأكبر المصانع والمخازن للصواريخ، وأن هذا الوفد الأوكراني على وشك أن يتحصل على واحدة من أكبر الشحنات الصاروخية التي ستصل مباشرة إلى كييف من أجل أن تتمكن كييف من الدفاع عن نفسها بشكل عال للغاية. وكذلك هذا المصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أكد لنا هنا بشكل حصري بأنه سيكون هنالك لقاء خلال 72 ساعة القادمة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع رئيس وزراء بولندا مع الرئيس الكندي جاستن ترودو، ومن خلال هذا اللقاء سيتم إعلان ومن المتوقع إعلان انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. لذلك هنالك تغيرات كبيرة جدا يترقبها الجميع وينتظرها، ولا نعلم فعلا كيف ستتغير الأمور وهل فعلا سيندفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أخذ هذه الخطوة الكبيرة في إرسال طائرات مقاتلة بشكل أكبر إلى أوكرانيا. تظل الأيام كفيلة والساعات القادمة كفيلة في إيجاد إجابة لهذا التساؤل بكل تأكيد.